وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية لسنة 2024. وكان أعضاء مجلس الأمة فاصلة قد صادقوا على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ديسمبر الجاري. ويرمي هذا المشروع إلى تقليص العجز العمومي وتنويع مصادر تمويله وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وتعزيز قاعدة البنية التحتية وإنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حالياً. وفي قانون المالية 2024 تم تخصيص نحو 173 مليار دينار جزائري لفائدة الولايات العشر الجديدة، وستوجه 55% من هذه المبالغ لنفقات الاستثمار، 124.6 مليار دينار جزائري كرخصة التزام و 69.1 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع، تمس لا سيما قطاعات التربية والسكن والأشغال العمومية والفلاحة والصحة. وبخصوص تمويل عمليات الاستثمار العمومي، فإنها لا تتم فقط من خلال اللجوء للاعتمادات المالية النهائية المقررة في قانون المالية لسنة 2024، بل أيضاً عن طريق اللجوء للاعتمادات المؤقتة والقروض التي تمنحها البنوك والصندوق الوطني الاستثمار لتمويل إنجاز المشاريع الهيكلية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني. تابعونا على المواقع التالية.